اهلا بنات، اهلا بكم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير، وهذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم مهنيين ان شاء الله يا ربي. قبل ما نشوف الفيديو تاعنا نصلوا كامل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ولا حبيباتي اليوم نهار الاحد، رايح للمرشي ان شاء الله، نديروا المرشي باش حاب مديتهمش نضل المرشي. الحار راه مطرطق الحار راه شباب، مي افون دوك رانا في الليدل، نفوت الليدل فيت في نشري صوالح خاصين. حنا ديما الحليل عندنا، دونك كاش بلاصه انا رشيد تفضل ديما. شكون قلت لكم حنايا حالين ليدل اللي بالله على 13 جايو حل كاع النهار حتى 8 تاع الليل، الحمد لله يا ربي. الوغ ندخلوا ليدل فيت شانا قارينا ونروحوا للمارشي نديروا المارشي في رحبه ان شاء الله. داكوغ بنات، وان شاء الله الفيديو يعجبكم، ما تنسوش البنات فضلا وليس امرا، بيان سيغ تعجبكم الفيديو اللايك، اللايك البنات سي جو ميغيت اللايك، والبارطاج مع احبابكم واصدقائكم. ميرسي بوكو، نبغيكم بزاف، ون يعني من هذا الفيديو نقول لكم ميرسي بور تو، ميرسي بور لي كومونتير الشابين، ربي يحفظكم. ما كاش كومونتير سلبي، والحمد لله انتقاد، اوكي انتقاد هكا فيت في مي بناء كما يقولوا. ميرسي بوكو بور تو البنات، نشكركم من هذا الفيديو هذا، ما نجيش نشكركم بزاف على التعليقات، ربي يخليكم، ربي يحفظكم ونبغيكم. انا تانيك بزاف بزاف، كاين بزاف اخوات يقولوا لي نبغيك نموت عليك، انا تانيك نموت عليكم. ربي يحفظكم ويحفظ وليداتكم ان شاء الله، وان شاء الله ربي يفرج على كل مهموم ويرزق كل محروم باذن الله، بالذريه الصالحه ولا بالرزق الحلال، واي حاجه متمنياكم متمنيها في حياتكم. هذه هي البنات، ربي يخليكم. روح الليدر بعد روحوا المرشي، داك البنات بقوا معايا ورجعوا للتاع. انا الليدر بدات نشوف الخبز، شوفي الخبز هنا يقطع لك شنو هذا الخبز بدات اللي يديروا لي جيمو كاع هذا لو بان نورديك هذا كحل لي نوار. ها شو قطعت، قطعت شو سمارة، سمارة طول قطعته نوار، قطعته نوار، قطعته هكيك. انا توا تريقلي تديه كيما هكا البنات فوالا، وديري في هاد الماشين تقطع لك دينا زوج. هاد لو بان كاع الاخوات يديروا لي جيم مي بوغشي يعني جلوتين اليرجيك وكاع، شوف يلي نوار سمو لو بان نورديك، تلقوه في الليدل، تلقوه في لي كرون سيرفاس تانيك، ميم عند عند لا بولونجري وكاع تلقوه. هيا هنايا نديرو غي صوالح خاصيني فيت في هذا، مكا ونخرج البنات باش نطول في الليدل. هاي باش نروحو المارشي، بسم الله. ها انا جينا المارشي البنات باش لقينا بلاصة، شو شطنا شطنا، انا قاري شوية بعيد مي معليش. هاي بسم الله، الحمارة الحمارة شوية البنات، الصيف علام سي بيان. قعدت شانا لا مشربش انايا، الله ميرسي بنتي. هاي الغاشي راهم بزاف، شوف قاري باختو شو مداري هاكا، مداري جاي نقرا بلاصة اليوم والو. انت ماشي بلاها كومبلي اوكي 100 بلاصة. هاي يا البنات الغاشي اليوم باش نقول لكم الغاشي بزاف، شوف 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 ما شاء الله، شوف الغاشي بزاف بزاف. مش باغي نصورهم نسي جامي، مي نلقى عندكم ما تقدروش تمشوا ما شاء الله. كتر البلايص بلا دوبليغ تاع الجون، كيفاش بنا هذا فان خم، هذا فان بلوزه ولا شامو تاع صيف. لي بوني، وي جو بخون لي بوني. عباية ديك انت ماشي وحدة، هادو تاني كو عندها هادو، كنت حوس عليهم لي بوني، شي ليا وشي الدنيا. عندها لاخر شوفو شي مات، شكون صاحبتي؟ هنا السيكان وكاع زادو كثروا بزاف اللي يبيعوا بدعيات وكاع، ما يخلصك الله. وليا كاين منا وكاين منا، شوف ما شاء الله بدعيات تاع الصيف. قلق الجنة ديال الفولاق تاعها بنتكم خيال تخيك فوق حبيب.
اه باش الحزام اه هادو منا شحال شحال 8 يورو هادو شابين انا بدهم ما شاء الله حطوا هاي بدعية البنات ما شاء الله ويتوقوا الله يلا حالها ما شابين تاع صيف حطوا هاي هاني كيمينوك ما تبغيهم الدنيا هادو نشي هنا بدعيات هذا تاع لي كولور شوف هادو هما اللي عم نصورهم هادو هما داخل بعد كتا الزهارة شوف خويا تفضل هاك شابين عندكم لي غاب شابين يوم لي سكت حبابي شكون كاش قدك سمار كون قدك شيلك يا با طوناج كوا 14 سي كي 14 لا لا حامية بزاف وحامية شفتهم بداية انفاس انتريك شاني بداية شوفين شيء تشوف انا اشتعل هاتك هذوك هذا مش كورت شابين هادو اه وي شابين هادو افريكانو ما بداية تهبال شيء تعلم واحد شكا عندهم ما مش منطوش الفيديو متك منبطاش عندكم تاني كشابين عندكم او شبه هذه عجبتني هذه او عجبتني هذه لا عجبتني هذه نكذب عليك شنب يا الورد انايا كيما ما لا يحمها ما تموت على الورد العسلي والقهوي قرفي ولا والليمي والخوخي والله مسكينه الله يرحمها جيت كيفها دوك نشوف صح هذه عجبتني شوف هذه شوف شاب ما من الاخر عندها شوف انا هذه قال لي تسويها في الكونجيلاتور من بعد قال لي غسليها هنا شابه شنو الخضره لا بلوسيال ما عاد الخضره الجايه شديت لها بعض بدايات ولا تقول لكم شي تخلطه هاك خويا هاك يخلف الله صاحيت سلمك هاي هاي روحي هذيك الخضره الجايه ان شاء الله دي موش الجاي ان شاء الله هنا بديت شابين البيت والله ما تلقوا ما تخيروا ما تديروا ما تقول ندي هذه ندي هذه ندي هذه ندي هذه ندي هذه ندي هذه وعندكم ندي هذه ندي جلالي بوكاع والله ما تلقوا ما تدوا الشيلات مانيفيك واه واه هذه وعدنا كانت عندنا صاير راحت مسكينه شيلها من جديده هادو شيلها من جديده في عقلك هيا باش دير روح دوك كل حاجه شوف بدعيات الله يبارك شوف وغالبا ثاني مع الخطرة شوفوا هادو طوماطيس عندي شوية نحوز على اللوبيا خضرة الاخر هذا ما عندهاش وقع لوبيا خضرة نحوز عند الاخر لوبيا خضرة شوف كورجيت شحال كورجيت تبيع فيهم هنايا 2 غسالات لو كاجو 2 زورو قال لك ياك غير كاجو بيت كاجو 2 زورو البنات نكتار يدينا هذا نكتار Allez mesdames, c'est terminé là. Merci. Je te dis on partage Jacques. 5 euros les 4. Allez. شويه منطح حبالك شويه منطح. الدلع ما ديناش واه. 5 euros الكيلو. صاحبي الدلع كان خاصني غير الدلع. شكون تحت كمل البنات هذا قبيله من جينا مهودين لقينا عنده. هيا صاير كملنا البنات. هذا تترفدي معنا ثاني. ها؟ تترفدي معنا. نرفد معاك تنكيت هو نرفد معاك. البنات انا دخلنا من المرشي انا شريت الخضره شريت نقول لكم بدعيات البنات ها بدعيات شريت شوفوا معايا. بيتوغ البنات صوف هذه لبستها ديزو شوفوا البنات بدعيات نورمال عادي جديده شوفوا البنات بدعيات شابين هنايا كاع داكوتا كل يوم بصحة في البلاد. في وهران سورتو وهران يعني نعرف وهران من جديده تماك البنات معروفه كاع في الجزائر الجديده
بالعيد تما في بلادنا ساين افوار بنات ساين افوار يهبلوا 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 لو شوا بزاف ولا الحمد لله دوك نوا ميم صماش كتب داي شي تقول لكم فوالا شيت هذه شتو معايا الثاني شي ضربها شكوا ها شتي شي اكثر من عارف هادي شوفوا ها شنو ملي مونشلون قلت لها بور مو بناتكم عارفين فوالا سورتو كي ندير فيديوهات ولا الفيسبوك ولا الا قريب دعيه هكا مونشلون تاع صيف وتالي كشيت بدعيه واحده اخرى مشكوخت هذه بعدا مشكوخت هاكم تشوفوا فيها البنات هذه مشكوخت وا هايوا مشكوخت تاع الدار هذه وشريت هذه لامين اعدموا لي هذا تبعها ماكش بان هاتي كانوا بزاف دعيه هكا هذيك شفتوها الاولى هذيك شي كحله وفيها الدوغي يديروا بها تسكروا بها بالشعر هذيك تاع هكا نقولوا عيد ولا حاجه قهوي حضرت عرض كنفاس ولا حاجه خفيفه ما درتهاش هذيك شفتي شويه بخير قلت راه البلاد خير جديده وشي من تما كنشوف هاد كاين في البلو كما وريها لي السيد في البلو وانا ديتها في الغجم ديالو غشينات والله غالب نبغي البلو مي جي با شوفوا ها شوفوا من تحت هادي 8 يورو غير هادي 10 يورو كما قلت لكم ها شوف نبغي انا لي فلور نبغي هكا جيم بيان الشيله كما قلت لكم انا كما الله يرحمها وسمارة هاي البدايه تاع سمارة راح تشوفوا الشيله في واحد ها شوفوا شوفوا المانجا عجبتك فوالا بس سمحوا لي ندير الكاميرا على يدي هذه هاكي سمارة دوك غادي نغسلهم من الاول بنات راح نغسلهم في لاماشين نديرهم لافاج رابيد ومن بعد هذه البنات هذه مي دخلت شللتها في الماء ونشرتها يعني درت لها شويه تاع رغوه هكا فيت في لافابو عندي في الصال دو بان ونشرتها والحمره عندنا دخلت للمرشي راني عاد ما سقمتش فطرنا الاول فطرنا ونشرتها ونشفت تمتم البنات انا لبستها انا جامي كي شي بدعيات جامي نلبسهم تمتم البنات نلبسهم يعني ديريكتومون توجور كي شي بدعيات جلي لاف في لا ماشين ولا بيديا هكا يعني غير شلهم شويه رغوه رغوهم غير هكا فيت فيك ما عارف الغبره غير تشوهم الميكروب ما عارف ديهم هنايا ندير في الماشين هكا سما حطهم لي هذا في الماشين ديهم لافاج رابيد الشيلات هذه هي هنايا الخضره شينا الفلفله كما عارفين الصايب يبغي الفلفله شينا لا طوماط شوفوا البنات شوف لك 3 يورو بصح انا خلاها لي مواشه نقص لي منها البنات لا طوماط تاع كيف كيف هاي الطوماطيس الله الله عليها فوالا زديت الاوبرجين الدنجال الكابويا هيا وينا باغ كونتخ بنات شريت البطيخ بنات البطيخ عطاني عرام 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 تاع البطيخ بنات انا عارف بنت انا شافي ساعه تاع الفطور الشيلات شوفوا لافابو يغمضوا عينيكم عطيني البطيخ عطيني فوالا تشوفوا هنايا البطيخ شوفوا البطيخ الشيلات ها صغير كما قلت لكم طالع زوج صناديق معمرين هنا ثاني راه كاين شوف هذا الدلاع ها وينا الدلاع ندير هنايا شينا البطيخ كيما هكاكم عارفين حمره البطيخ هذا الخضر شباب وعطانا هذا البوستان ما عطانا شريناش ما كانش راه يعطي دروك كاع بصح سي موشخ سي با ماشي كاش غالي دينا كاجو معمر كما شفتوا ولدي هاكم في المارشي ب 2 يورو 2 يورو زعما نقولوا بعض فوالا ها وين ها عطانا بزاف البنات وكان يقعد 15 يورو الوغ ديري سالاد دو فخوي ديري كونفيتور تاكلي كيما هكا كيما ديريه راه يصلح فوالا الشيلات البطيخ راه عندنا اغوغو دوك نبقاو نديرو في التفاح كان يبيع فيه 1 يورو التفاح الشيلات شي غالي انو حبه كبيره شباب جيبي في سمارة فوالا بنت هانيك طاغين راشد شلاهم والله ماني عاقله قال جاك لو بنات شي حبات وقيلا 4 يورو الكاجو هذا قيله 4 يورو ما كدرني جامبيون قيله 4 يورو فوالا شينات بنات المشماش ثاني كليتي انو 50 شكون كيلو لي فريز سالي فوالا لي فريز ولوبيا خضر ما قلتها لكم شكون تحوس على لوبيا خضر الشيلات كان 2 يورو 2 يورو الكيلو راهي مليحه لوبيا خضر شي تشكرها معمره والحمد لله يا ربي يعني نبغي نشارك معكم هكا المشتريات البنات نعرف كاين بزاف الاخوات يبغوا هذا الشيء هذه هي الشيلات فوالا دوك راني نسقم كاع لي كوخت بون لي مشتريات الخضره تاعي نقول كوسينا شويه باسكو فطرنا ديغ دخلت الفطور عاد باش نوريكم نقي نقو البنات الكوزينه راكم معنا ان شاء الله راح ندير البنات فكرت الكاطو اللي درته البارح هذاك اللي ورتها لكم في لافان تاع الفيديو كنقول لكم غتضحكوا عليا نسيت
نسيت باش ندير المونطاج على الكاطو. انايا البارح كنت كامرونه الحمى واقيلا السوج ضربتني في الراس مش عارفه، كنت حاسبه درت المونطاج عبيرو طلع فان تنبهت مني قاعد تفرج على روحي في اليوتيوب، قلت يا حي عليا درت لهم لافان بصح درت لهم كاطو كيطاب بصح ما درتلكمش لا غوسيت، نسيت كاع راهي يعني صورتها بصح نسيتها كاع، مع الفيديو كان طويل شويه في 17 دقيقه ولا نسيت البنات معليش سي با غاف، راح نحط لكم فيديو تاع البارح الكاطو تاع البارح نحط لكم هنايا الافان في هذا الفيديو ان شاء الله. وهذه هي كاين بزاف الاخوات تقسموني قالوا لي لي طينا لا غوسيت تاع الكاطو، كاطو يومي بنين بزاف البنات خفيف خفيف ريشه. الحمى راحت نشيرات هاي بدايه شيتها هذه اللي ولدتها لكم عجبتني هذه ما شفتوهاش الشيت نوريها لكم هاي من اشوفوا ها هاي من الشيلات شابه هذه بدايه ها هذه دي زوغو باغ كونت خليها لي دي زوغو كم البنات ونقول لكم من بعد ان شاء الله هاي. ورا حبيباتي نديرو الكاطو اللي شفتو معايا البارح ونسي باش نحط الوصفه معليش نحطها اليوم كاطو شباب يعني كاطو يومي البنات ديريه كل يوم هايل. هنايا عندي زوج حبات بيض غير زوج حبات بيض البنات كاس تاع سكر كاس هذا البنات سمعوا مليح يرفد 200 ملي كاس عادي ما كبير ما صغير 200 ملي كاس سكر زوج حبات بيض وهذا القهوه سريعه الذوبان ذوبتها في الماء دافي الماء يكون دافي. الا ما كانش عندك قهوه سريعه الذوبان شد دير القهوه تاعك عاديه تاع الصباح اللي بقات لك ديريها بصح حميها شويه. كاس زيت كما شفتوا معايا درت كاس زيت خلط 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 مليح وهنايا درت سيكو فانيي يعني مكونات يعني سهلين ونخلطوا غير بالفوي البنات ما كانش جبدي الباتور يعني تاع اندو تخوا هاد الكيك اندو تخوا البنات. هنا خلطت مليح ندير كاكاو دروك ندير كاكاو زوج مغارف كبار كاكاو مر وهنايا الفرينه البنات بالعبر زوج مغارف كاكاو وزوج كيسان فرينه. الكاس غير هو اللي عبرتي به السكر والزيت والقهوه غير هو ديري به الفرينه عبري به الفرينه. خميره الحلوى زوج خميره الحلوى بنات زوج باكي تاع 10 غرامات ل 11 زوج نغربل مليح زوج كيسان فرينه مع دو باكي خميره الحلوى ونخلط مليح مليح. الفرن تاعي بيان سو قبل ما نبدا الكاطو حميته على 200 درجه ما تزيدولهاش بزاف باش الكاطو تاعكم يطيب في غرده ويجي شباب ما يحرقش. خلطوا مليح ديروا قرصه ملح ومن بعد راح ندير ملعقه تاع خل هو من احسن خل ابيض انا كان عندي تاع تفاح معليش خل ابيض من احسن ما كاش ما لا كان ما عندكش اي خل ما يعني متوفر. خلط مليح هذا المول ما كبير ما صغير يعني نظن في واحد 23 هكا دائري عادي مويا دهنته ودرت له قولوا لي الفرينه هكا باش ملي يلصقليش بصح كان عندك المول يلصق ديري الورق الزبده من التحت. هنايا نطيبه كما قلت لكم 200 درجه ومن بعد نخليه نخرجه من الفرن نخليه ربع ساعه يعني سمعوا ربع ساعه ما يكونش حامي بزاف يكون حامي زعما شويه. نقلبه هكا في الطبسي نعاود الجهه التحت الفوقانيه نردها التحت والتحتانيه نردها الفوق يعني الجهه توجور التحتانيه تجي رطبه تجي شابه كون فاهم باش نديرو كلاصاج. هنايا الحليب دافي والكاطو دافي شويه نسقيه انا سقيته بالقهوه والحليب نتوما تبغوا تسقوه بالقهوه اللي كانت عندكم ولا بالجو كيما تبغي ولا بالسيرو يعني كيما تبغوا وبيان سور البنات خلوه يبرد تماما يعني ديروا الصباح وخلوه مع الحشيه ولا هنايا نديروا كلاصاج من الفوق كاطو تاعي بارد ناكد عليها باسكو الشوكولا بلون كون ديروها في كاطو حامي ولا دافي راهي تذوب. هنايا انا دخلتها في الثلاجه البنات دخلتها الثلاجه خليتها ساعتين. هنايا عندي الشوكولا بلون راح نذوبها مع الفلون كاغاميل الا كان عندكم صحة الا كان ما عندكمش معليش ديروا حليب ولا شويه زيت ولا بصح دو بريفيرون ديروا فلون كاغاميل البنات ولا ديروا ياغورت ناتور ولا ديروا كلاصو بالشوكولا تبغوا كلاصو بالشوكولا نوار يعني كلاصاج بقى اختياري. نذوبها في الميكرووند نخلط مليح 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 حتى الخليط تاعي يولي يعني رطب كيما نقولوا يكون صافي يكون رطب كيما قلت لكم انا درتها بالشوكولا بلون بالياغورت وانتوما كلاصو بالشوكولا بلون ذوبوها الشوكولا نوار ذوبوها في الميكرووند ولا بحمام مائي ولا ديروا كونفيتور من الفوق وديروا شويه كوكا من الفوق نوات كوكو يعني كيما تبغوا وسخ كلاص يبقى اختياري البنات. انا درت هذا الديكوراسيون هنايا بعد ما بردت لي مليح كانت في الثلاجه فوالا الكلاصاج البنات كي ديروه ما درتهاش تمتم درت الكلاصاج تاعي خليته يبرد خاش كنت ديت تبغى غادي يسيل خليته يبرد خلطته بالفلون وخليته يبرد واحد 20 دقيقة هكا يحكم روحها الكلاصاج يولي كيما هكا يعني كريمي عاد باش نديرها في الكاطو خاش كنت تحامي في الميكرووند وتدخليه وتخرجيه وديريه ديريكتومون في الكاطو راه يسيل يعني ما يقعدش ما يجيش شباب. أيا دوك أنايا كيما كنت تشوفوا راني نكلاصي في الكاطو تاعي الكلاصاج نمشيه كاع فوق الكاطو
هاوينا كما راكم تلاحظوا هنا تبغوا ديروا الشوكولا فوق الكاوكاو، تبغوا ديروا على درت الديكوراسيون تاع الميلفاي البنات سهله. كي ديروا جيبوا لابوشادوي فيها الشوكولا نوار ودوروا هكا في الوسط، دوروا 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 ها دوروا 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 تجي عندك الديسه هذا، ومن بعد بالكيردون ديروا كيما هكا. يعني راه ساهل الكاطو تاع الميلفاي، الديكوراسيون تاع الميلفاي. سمحوا لي راني نخف الهضره، خف الفيديو يفوتني البنات. شوفوا الكاطو البنات ها هاني نوري لكم عندكم، هاني نقول لكم دوروا كيما هكا هكا دوروا، ومن بعد جيبوا الكوردون وديروا هكا خطوط هكا. فوالا راهي ساهل ماهل البنات. هنايا بعد ما كلاصيتها درتها في الثلاجه البنات باش الشوكولا شدت لي ضروري. وهو الكاطو تاعنا البنات، شو كي جا مشمخ جا مشرب جا بنين بنين. فوالا حبيباتي هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنسوش حبيباتي باللايك الله يخليكم والبارطاج. نقول لكم سلام حبيبات قلبي، ربي يخليكم ان شاء الله في فيديو جديد.